Live to Give. ISOD, International Scientific Organization of Dentistry. أول منصة علمية متكاملة لكل طلاب وخريجي طب الفم والأسنان من كل مكان في مصر والوطن العربي. فاحنا بنقدم محتوى علمي وعملي ضخم ومتميز لأساتذة طب الفم والأسنان في مصر والوطن العربي. وده بيكون من خلال أكبر المؤتمرات العلمية أونلاين لأكثر من 18 دولة عربية. وكل ده بيكون على صفحتنا على الفيسبوك Live to Give. وكمان بنقدم أكبر داتا علمية مجمعة من كل الجامعات المصرية والكورسات المتميزة وكل اللي بيحتاجه أي طبيب أسنان عشان يطور مهاراته. وهتقدر توصل لكل ده عن طريق البوت الرسمي على التليجرام. وفي الأيام دي بنقدم لكم النسخة الرابعة المجانية من أول وأكبر مؤتمر أونلاين للعروض الحية والحالات العملية Empower Your Knowledge Free Online Dental Conference. نقدم ليكم من نخبة من كبار أساتذة طب الفم والأسنان في مصر والعالم تحت شعار خليك أبديتد لكل أطباء الأسنان وطلبة الجامعات في مصر والعالم. بنقدم لكم أكثر من 40 محاضرة متميزة في جميع مجالات طب الفم والأسنان: Basic Lectures, Advanced Lectures, Live Demo, Clinical Cases. وبدايتنا هتكون من 14 سبتمبر إلى 24 سبتمبر، وهيكون في هدايا وسحوبات يومية كتير. Powered by ISOD. Live to Give. خير الناس أنفعهم للناس. نقدم لكم أولى محاضراتنا في يومنا التاسع مع الدكتورة إيناس الجندي في محاضرة بعنوان Classification and Treatment of Peri Implant Diseases. اتفضلي يا دكتور حضرتك لايف. انا مع حضرتك حالا اهو. حالا. تمام كده حضرتك معايا؟ تمام مظبوط. الشاشه واضحه؟ ايوه واضحه. ايوه تمام. تمام كل حاجه تمام. ايوه تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد رسول الله. انا بس حابه اشكر حضراتكم على دعوتي ان انا اقول محاضره في هذه الأيام العلمية الجميلة. حابة أشكر كل الناس اللي فكرت الفكرة ديت. دلوقتي بالنسبة للأسنان أو طب الأسنان ما بقاش زي زمان،
احنا عندنا طب الاسنان تخصصات زيه زي بشري، يعني انت لما بتتخرج من بشري بتبقى ممارس عام، احنا برضك في اسنان بنخرج ممارس عام. فطبعا موضوع السبيشاليستي ده بقى موضوع مهم جدا دلوقتي، في واحد بتاع اندو، واحد بتاع جراحة، حتى الجراحة بقى فيها تخصصات. يعني انا عندي مكي متخصص اونكولوجي مثلا، يعني ده بيتخصص اونكولوجي مثلا. عندي مثلا حد تاني بيعمل مثلا ساينس ليفت، في بعض الناس تانيين شغالين حاجات تانية في نفس القسم، يعني القسم نفسه حتى بقى فيه تخصصات. البريو فيه تخصصات، في سوفت تيشو مانجمنت اراوند انتروستريشن، في تخصص الامبلانت نفسه تخصص في البريو، في ناس بتشتغل حاجات تانية في البريو. فالموضوع ما بقاش زي زمان، الموضوع بقى مهم جدا انك تعرف انت حابب ايه وحابب تتخصص ايه. اعرف كل حاجة عن حاجة، واعرف حاجة واحدة عن كل حاجة. يعني ايه؟ ما تبقاش ايه، الانسان لما بيبقى متخصص في حاجة مهمة تبقى دي حاجة كويسة جدا. حابة ابدأ المحاضرة ان شاء الله دلوقتي. المحاضرة بعنوان Classification and Treatment of Pre-Implant Disease. الحقيقة ان في عالم اسمه ارميتاج، العالم ده مشهور جدا عندنا في البريو. العالم ده سنة 1999 عمل كلاسيفيكيشن للبريدونتال ديزيز. في ناس في البريو مهمين عندنا، اسامي مهمة، ارميتاج 1999 ده واحد من حاجات العلماء المهمين في البريو. طيب ارميتاج عمل ايه عشان يبقى مهم؟ عمل كلاسيفيكيشن للبريدونتال ديزيز من سنة 1999 ل 2017، قعدنا شغالين عليها يعني 18 سنة، 18 سنة شغالين بالكلاسيفيكيشن ديت. طيب يعني ايه كلمة كلاسيفيكيشن؟ كلاسيفيكيشن في البريو تعني الدياجنوزس. الكلاسيفيكيشن في البريو تعني الدياجنوزس، خلي بالك من الحتة دي. لما بقول لك ايه الدياجنوزس في الحالة دي تقول لي بلاك انديوز جينجيفايتس، نون بلاك انديوز جينجيفايتس، هي بتتقال كده بالنص. فعندنا الكلاسيفيكيشن هو الدياجنوزس بتاع الديزيز، فعشان كده احنا مهتمين بيه. ارميتاج 1999 قال ان فيه اتنين ديزيز، اتنين كاتيجوري كبار، واحد اسمه جينجيفايتس وواحد اسمه بيريدونتايتس. وصنف الجينجيفايتس الى دنتال بلاك انديوز جينجيفال ديزيز ونون بلاك انديوز جينجيفال ديزيز، ويصنف البريدونتايتس على انها سبع كاتيجوري، اللي هم الكرونيك بريدونتايتس والاجريسيف بريدونتايتس والبريدونتايتس از ا مانيفيستيشن اوف سيستميك ديزيز والنيكروتايزنج بريدونتال ديزيز والابسس اوف ذا بريدونشيوم والبريدونتال ليجنز اسوسييت ويز اندودونتيك ليجن والديفلوبمنتال اور اكواير ديفورميتيز اور كونديشنز. وفضلنا عايشين على الكلاسيفيكيشن دي من سنة 1999 لحد 2017. كان ايه عيب الكلاسيفيكيشن دي؟ عيبها انها ما كانتش بتتكلم على اي نوع من انواع الامبلانت ديزيز. فالناس قالوا ازاي ده الامبلانت ده حاجة مهمة جدا والناس كلها بتشتغل امبلانت، واحنا عايزين بقى لا نغير الدنيا خالص ونحط الكلاسيفيكيشن بتاع الامبلانت جوه الكلاسيفيكيشن دي ونعمل كلاسيفيكيشن جديد ونقدر نتكلم عن الديزيز اللي بتصيب الايه دنتال امبلانت. وفعلا كان هذا كاتون 2017، عالم اسمه كاتون والكلاسيفيكيشن اسمه كاتون كلاسيفيكيشن سنة 2017. جم ناس كتير، علماء كتير كتير كتير، وعملوا ورك شوب وعملوا كلاسيفيكيشن كبيرة 365 صفحة عن البريدونتال ديزيز والبري امبلانت ديزيز. وهم ارتاحوا كده بعد ما عملوا الايه الكلاسيفيكيشن الجديدة دي، لان كان في جزء منها كبير بيتكلم عن الامبلانت ديزيز اند كونديشنز. طيب كاتون عمل ايه؟ كاتون قال لك احنا بدل ما هنقسمهم اتنين كاتيجوري كبار اللي هما الجينجيفايتس والبريدونتايتس، لا احنا هنقسمهم لاربعه كاتيجوري كبار. اول كاتيجوري بريدونتال هيلث،
جينجيفال ديزيز اند كونديشن. طب وتاني كاتيجوري البريدونتايتس لوحدها. البريدونتايتس دي كاتيجوري لوحدها اللي هي بتنقسم الى نيكروتايزنج بريدونتال ديزيز وبريدونتايتس، وبريدونتايتس از مانيفستيشن اوف سيستميك ديزيز. وبعدين هنتكلم على اذر كونديشنز افكتنج على البريدونشم، ورابع كاتيجوري اللي هنتكلم عنها النهارده البري امبلانت ديزيزز اند كونديشنز. البري امبلانت ديزيزز اند كونديشنز. طب ايه هما البري امبلانت ديزيز اند كونديشنز؟ البري امبلانت هيلث والبري امبلانت ميوكوسايتس والبري امبلايتايتس والبري امبلانت سوفت اند هارد تيشو ديفيشنسيز. طيب الناس كلها فاكره ان هي لما تحط الامبلانت وتعمل دريل وتنزل بالدريل وتحط الامبلانت الموضوع انتهى. لا، الموضوع بدأ. الموضوع بدأ. عشان كده النهارده في ماجستير امبلانت ودكتوراه امبلانت، مش كده؟ الموضوع بدأ بدايه، الدريلنج ده هو بدايه مش اكتر من كده، بدايه لعمليه الامبلانت. طيب احنا هنتكلم النهارده عن الامبلانت ديزيز اند كونديشن، البري امبلانت ديزيز اند كونديشنز. اي امبلانت في الدنيا او اي استاتيك في الدنيا بيتكون من حاجه اسمها وايت استاتيك وبينك استاتيك. الوايت استاتيك ده اللي هو التوث او ريستوريشن، اما البينك استاتيك هي السوفت تيشو اللي هي الجينجيفا المحيطه بالريستوريشن. يبقى اي استاتيك في الدنيا بيتكون من حاجتين، بينك استاتيك اللي هي الجينجيفا، ووايت استاتيك اللي هو التوث او الابوتمنت او ريستوريشن ايا كان ايه هو. دكتور ايناس؟ نعم. سوري كنت قطعت حضرتك، ولكن السلايد مش بيتحرك. مش بيتحرك خالص؟ اه. يعني كده مش بتقلب؟ لا تمام. لا. طيب ارجع وادخل تاني؟ تمام. يعني ولا سلايدز قلبت؟ كده تمام، قلبت اهي، كده قلبت، أول مرة تقلب اهي. بس ممكن حضرتك تعمل سلايد شو من تحت؟ أيوه. بحيث إنها تظهر شويه، سلايد شو من تحت كده من هنا. طب كده شغاله تقليب ولا لا؟ ايوه شغاله بس الصوره بعيده. الصوره بعيده؟ اه. طيب سلايد شو؟ طب ما انا مشغله السلايد شو. طب ماشي، طب ممكن حضرتك نقفل دي خالص ونفتح واحد ونفتحها من الثاني، ممكن المشكله في ده. نغير يعني. تمام. يعني اقفل دي خالص الاول؟ اه ونفتحها تاني. اه حاضر. دكتور كده كويس؟ دكتور حضرتك معايا؟ ايوه يا دكتور انا مع حضرتك. كده احسن؟ انت حضرتك عملت سلايد شو برضو ولا لسه زي ما هي؟ عملت سلايد شو. طب ممكن كده تقلبي السلايد كده نشوف؟ طيب انا قلبت اهو. ها؟ لا. ها؟ للأسف لا ما عملتش. للأسف لا. أيوه كده تمام. كده قلبت يعني. كده دراجون فول. ها؟ أيوه كده تمام، هي قلبت، ولكن الصورة مش أوضح حاجة. بس تمام ماشي. الصورة صغيرة مش كده؟ أيوه بالظبط. طب إحنا عايزين نكبرها. في سلايد شو من تحت كده اللي هي العلامة اللي هي جنب الناقص دي على طول. طب ما انا بشغلها بس مفيش فايده. طيب كده احسن؟ كده احسن دكتور؟ لا كده زي ما هي، ما جراش اي حاجه.
ايه معايا دكتور ولا ايه؟ ايه مع حضرتك؟ تمام. ها ايه الاخبار دلوقتي؟ ها دكتور معايا؟ ايوه مع حضرتك كده ماشي، هو كده برضو على نفس الوضع اللي احنا كنا عليه، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو السلايدز مش كبيره، مفيش سلايد شو، كبيرة بس بتقلب بتقلب. احنا على سلايد ده، انا دلوقتي شايف سلايد ده رقم 4. يعني بتقلب ولا ما بتقلبش؟ ها بتقلب ايه؟ ايوه كده تمام، بتقلب. كده بالطريقه دي تمام بتقلب طب ما انا بعمل اهو سلايد شو اهو، ليه مش بتقلب خلاص. مش كبير عايز بقى؟ تعملي زوم تحت خالص، في حاجه كده جنب سلايد شو، اللي هو حاجه كده بتروح وترجع. ايوه ممكن نكبر من دي اللي جنب لا اليمه الثانيه. ايوه كده يعني حضرتك زي ما انت شايفه كده، ممكن بقى تنزلي بقى كده بالحاجات كله، كل حته بس نقولها، مش مهم نعرض السلايد كلها مره واحده لو مش شبان. طب ايه السبب ان هي بتعمل كده؟ انا طول عمري بدخل عادي مفيش مشكلة. طب حضرتك لما جيتي تعملي شير، عملتي شير ايه؟ شير سكرين ولا شير ايه؟ ولا شير سلايد؟ لا شير سكرين، شير سكرين مش شير سلايد. طب ماشي، حضرتك لما جيتي تعملي سكرين، عملتي انتاير سكرين؟ انتاير سكرين؟ شير انتاير سكرين؟ طب استنى يا دكتور، ثواني ثواني، انا هدخل تاني اهو. ها احنا دلوقتي اعمل ايه بقى؟ قولي بالظبط، انا معاك اهو. شير سكرين مش كده؟ ايوه حضرتك هتعملي شير سكرين مظبوط. ماشي، في سلايدز اهو وفي شير سكرين، انت عايز ماشي انهي واحدة فيهم؟ لا لو خلينا نجرب شير سكرين الاول، شير حضرتك سكرين اهي. هيجي لك كذا اوبشن كده انك تختاري مش عارف ويندو مش عارف ايه ايوان حاجه كده، ايوان اخر حاجه خالص فيهم هيبقى انتاير سكرين، هتضغطي على انتاير سكرين. مايكروسوفت اي جي تاب دي اخر لا واحده، وفي ويندوز وفي انتاير سكرين. مظبوط انتاير سكرين. ماشي انتاير سكرين ماشي. ها مظبوط. حضرتك دلوقتي هتدخلي بقى على السلايد ده عندك من بره من البي سي عادي تمام من جوه. ايوه تمام اعملي سلايد شو كده ممكن. ها مظبوط كده ظبط تمام. تمام زي الفل. طب بتقلب؟ بتقلب ها كده مظبوط يعني؟ مظبوط. ايوه تمام. يعني مفيش أي مشكلة بالنسبة لك دلوقتي؟ كله كده تمام. طيب نكمل؟ نكمل مع الناس؟ ايوه تمام يا دكتور اتفضلي اتفضلي. تمام. احنا كنا بنتكلم في موضوع اسمه Classification and Treatment of Pre-Implant Disease، وقلنا إن أرميتاج 1999 1999 ادى كلاسيفيكيشن وقال جينجفايتس وبريدونتايتس، ده كل اللي قاله، قال جينجفايتس وبريدونتايتس، ادي كل اللي قاله، ما قالش اكتر من كده. وبعدين قال ان بعد كده جه واحد اسمه كاتون سنه 2017، يعني بعد 18 سنه، وقال ان الكلاسيفيكيشن ده مش كويس، ده ما فيهوش بري امبلانت ديزيز، ده ما فيهوش بري امبلانت ديزيز. احنا عايزين نعمل كلاسيفيكيشن جديد ونحط البري امبلانت ديزيز اند كونديشنز. وفعلا كان الاتي، ان حصل ان في كلاسيفيكيشن جه وعمل كلاسيفيكيشن للبريدونتال ديزيز اند كونديشن. وكنت بقول يعني ايه كلاسيفيكيشن؟ يعني دايجنوزس. الكلاسيفيكيشن في البريو يعني دايجنوزس. وقال ان في اربعه كاتيجوري كبار بدل الاثنين بتوع جنجفايتس وبريدونتايتس، وقال لك ان حاجه اسمها بريدونتال هيلسي جنجفال ديزيز اند كونديشنز،
periodontitis وأذر conditions affecting البريدونشام and preimplant disease and condition. والجزء اللي تحت ده هو اللي يهمنا النهارده، هو موضوع المحاضره النهارده، اللي هو البري امبلانت ديز اند كونديشنز، اللي هو البري امبلانت هيلث والبري امبلانت ميوكوسايتس والبري امبلايتايتس والبري امبلانت سوفت اند هارد تشو ديفيشنسي. طيب كنت بقول ان عندنا الاستاتيك بيتكون من حاجتين، حاجه اسمها بينك استاتيك ووايت استاتيك. البينك استاتيك اللي هو الجينجيفا، اللي هو التشو المحيطة بالريستوريشن أو التوس أوبلانت، والوايت استاتيك هو السنة بتاعتي أو الريستوريشن أو الأباطمنت، حاجة من هذا. والاتنين مع بعض بيعملوا الاستاتيك، الاتنين مع بعض بيعملوا جود استاتيك. نفس الحكاية، نفس الحكاية في الامبلانت. الامبلانت ده بيتكون، الأنسجة المحيطة بالامبلانت بتكون من حاجتين، حاجة هارد وحاجة سوفت، حاجه هارد وحاجه سوفت. ايه هو الهارد؟ هو الاوستيو انتجريشن. لما بحط الامبلانت فبيحصل اوستيو انتجريشن بينه وبين البون، عمليه تماسك بين الامبلانت والبون على سطح الدنتال امبلانت، وده اسمه هارد تيشو اوجمنتيشن او هارد تيشو اوستيو انتجريشن حوالين الامبلانت. طيب وايه كمان؟ كمان في حاجه اسمها سوفت تيشو. لما باجي بقى اركب الابطمنت بتاعي والريستوريشن، فيحصل ان السوفت تيشو بتوصل للابطمنت او الريستوريشن وتحيط بالابطمنت او الريستوريشن. بيقال ان الامبلانت عايز الحاجتين، عايز الاستيو انتجريشن عشان يعمل استابيليتي للدنتال امبلانت، وعايز السوفت تيشو عشان تحمي الاستيو انتجريشن والهارد تيشو والبون اللي هو اتكون وتدي الجود استاتيك. يبقى عملنا الفانكشن عن طريق الاستيو انتجريشن، وعملنا الاستاتيك عن طريق السوفت تيشو المحيطه بالدنتال امبلانت. كاتون سنه 2017 طلع كلاسيفيكيشن وقال لك انت حطيت الامبلانت، بس ممكن الامبلانت ده يحصل له ديزيز. يعني انت حطيت الامبلانت فانت المفروض انك تتعلم تشخص الديزيز اللي هتحصل في الدنتال امبلانت وتعالجها. يعني مش معنى ان انت عملت دريل وان انت ثبتت الامبلانت والموضوع انتهى، لا، الموضوع ما انتهش، الموضوع ابتدى. ابتدى ازاي؟ في ديزيز هتصيب الامبلانت فلازم حضرتك تعرفها وتشخصها وتعالجها، الموضوع ما انتهش. طب ايه هي الديزيز اللي ممكن تصيب الامبلانت؟ الديزيز حاجه اسمها، اول حاجه صنفوا الهيلسي. هما دايما لما بيعملوا كلاسيفيكيشن فبيدوا الهيلسي كاتيجوري. يعني مثلا لما عندنا مثلا بنعمل الموبيليتي، الزيرو دي نو موبيليتي مثلا، اللي ما فيش انفلاميشن زيرو برضك ما فيش انفلاميشن، فدايما بيحطوا الهيلسي في الكاتيجوري. فحاطين حاجه اسمها بري امبلانت هيلسي، تمام. طب وايه كمان؟ تاني حاجة بري امبلانت ميكوسايتس. طب وايه كمان؟ بري امبلانت امبلايتايتس، بري امبلانت سوفت اند هارد تيشو ديفيشنسيز. تمام، كويس جدا. طيب ايه بقى المطلوب دلوقتي؟ المطلوب ان انا اعرف الامبلانت ده في حالة هيلسي ولا عنده ميوكوسايتس ولا عنده بري امبلايتايتس ولا عنده ديفكت في السوفت اند هارد تيشو. المفروض ان انا اشخص ايه المرض ده، واعرف بعد ما اشخص اعرف هو بيتعالج ازاي. تمام. طيب يعني ايه بري امبلانت هيلث؟ يعني انا ركبت امبلانت والراجل بيجي لي كل 3 اشهر وانا بقول ان الامبلانت ده هيلث. بقول هيلث عشان حاجتين، عشان حاجتين. اول حاجه السوفت تيشو المحيطه بيه، وعشان الاكس راي قالت لي الهارد تيشو شكله ايه جوه الامبلانت. تمام. طيب السوفت تيشو شكلها ايه؟ مفيش ساينس اوف انفلاميشن، بينك ان كلر، الجينجيفا بينك ان كلر بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. مفيش بليدنج اون بروبنج، يعني لما احط البروب ما يبقاش فيه بليدنج، دي علامه مهمه جدا. كمان البوكيت ديبس ليس اور ايكوال 5 ملم، ليس اور ايكوال 5 ملم، اقل من او يساوي 5، ما يتعداش كده خالص نهائي. البون في الاكس راي مفيش اي بون لوس وكل حاجه تمام، بس طبعا احنا عندنا انيشال بون لوس بعد الهيلينج بتاع الابطمنت، ما بيحصل الامبلانت بيحصل بيقال ان هو اقل من او يساوي 2 ملم. ادي كل الحكايه.
ادي كل الحكايه. يبقى انا حطيت امبلانت وجيت الراجل بقى كل 3 اشهر اشوفه، لقيت ان مفيش ساينس اوف انفلاميشن، مفيش بليدنج اون بروبنج، البروبنج تبس اقل من او يساوي 5، البون لوس اقل من او يساوي 2 ملم اللي هو الانيشال لوس بس، ما فيش حاجه خالص حصلت. فانا هدي شرط بتاعي اقول ان ده بري امبلانت هيلث، الموضوع انتهى. ندخل على الميوكوسايتس. واحنا بتوع البيريو عارفين الفرق الكبير بين الجنجفايتس والبريدونتايتس. خلينا في الستايتس دي عشان اقول لكم ان الميوكوسايتس دي هي الجنجفايتس بتاعه الامبلانت، والامبلايتايتس دي هي البريدونتايتس بتاعه الامبلانت. احنا عندنا اتنين كاتيجوري كبار، اتنين كاتيجوري كبار يعني حاجه كبيره، حاجه اسمها ميوكوسايتس وحاجه اسمها بري امبلايتايتس، واحنا كمان عندنا حاجه اسمها جنجفايتس وحاجه اسمها بريدونتايتس. الجنجفايتس في البريو هو الميوكوسايتس، والبريدونتايتس في البريو هو البري امبلايتايتس، نفس المعنى ونفس التكنيك حتى في العلاج بالظبط. طب نتكلم عن الميوكوسايتس، يعني ايه جالي عيان وانا شخصته بري امبلانت ميوكوسايتس؟ يعني عنده جنجفايتس في السوفت تيشو المحيطه بيه، يعني الراجل ده عنده انفلاميشن في السوفت تيشو المحيطه بالدنتال امبلانت، هو ده معناه. بس عنده بون لوس ما عندوش بون لوس، هو ده الفرق بين الجنجفايتس والبريدونتايتس. عندنا الفرق بين الجنجفايتس والبريدونتايتس ان البريدونتايتس فيه بون لوس والجنجفايتس ما فيهاش بون لوس، هو ده الفرق الوحيد، ان في كلينيكال اتاتشمنت لوس في البريدونتايتس وما فيش في الجنجفايتس. تمام. طيب دلوقتي انا الراجل جالي ولقيت عنده شويه انفلاميشن في السوفت تيشو، شويه باص طالعين مفيش مشكله، شويه ارسيمه اللي جنجفا لونها احمر، شويه سويلنج مفيش مانع لان الانفلاميشن بيعمل سويلنج مفيش مشكله خالص، بس مفيش بون لوس، ده تشخيصه بري امبلانت ميوكوسايتس. طب هل في سبب للبري امبلانت ميوكوسايتس؟ حضرتك يا اما اخترت الحاله غلط من الاول، ما هو سلكت ذا كيس. اذا كنت ما اخترتش الحاله صح من الاول انك تحط لها امبلانت، جبت واحد برؤر هيجين مش عارف يغسل سنانه ولا عارف يعمل حاجه خالص وعملت له امبلانت، جبت واحد بيدخن وعملت له امبلانت، جبت واحد بياخد راديشن سيرابي وعملت له امبلانت، جبت واحد بور دايبيتك كنترول، عنده دايبيتس ميليتس، عنده سكر ومش عامل كنترول وعملت له امبلانت، واحد عنده مفيش كريتينايز تيشو وعملت له امبلانت، واحد مش عايز جالك مره وبيغيب عقبال ما يجي لك مفيش مينتنس خالص ولا عايز يشوف وشك وعملت له امبلانت، اختيارك للحاله من الاول غلط. عشان كده عندنا حاجه اسمها ريسك فاكتورز او ريسك انديكيتورز. طب ايه هم الريسك فاكتورز او ريسك انديكيتورز؟ بور اورال هايجين، سموكينج، راديشن ثيرابي، بور كنترول، دايبيتس ميليتس، ابسس اوف كريتينايزد تيشو، لاك اوف بريودك سبورتيف بري امبلانت مينتنس اند ريزيدوال سيمنت. يعني ايه ريزيدوال سيمنت؟ لما باجي في حاجه، في نوعين من اللي يعني في نوعين من ان انا اعمل ابطمنت بالامبلانت، نوع اسمه سكرو ونوع اسمه السيمنت، مش كده؟ الريتينت بتاع الابطمنت بالامبلانت. فدايما بيقول لك السكرو تايب ده احسن من السيمنت تايب. طب ليه؟ السيمنت بيقع مني، الزيادات بتقع مني وانا ما باخدش بالي، وبتبدا تعمل اكيوميليشن للبلاك والمايكرو اورجانيزم، وبيبدا عمليه الميوكوسايتس تحصل اثناء هذه المرحله. تمام. طيب البري امبلانت ميوكوسايتس اعمل ايه علشان امنع البري امبلانت ميوكوسايتس؟ بيقول لك اول حاجه اعملي اليمينيشن للانفلاميشن، اعمل اليمينيشن للانفلاميشن، اخلي بالي ان انا ما اخليش حاجه تعمل انفلاميشن، اعمل موديفيكيشن لللوكال سيستميك فاكتور. يعني ايه؟ واحد بيدخن اقول له لا اعمل ستوب بروجرام اوف ستوبنج البيدنج السموكينج مثلا، واحد مثلا ان كنترول دايبيتس اقول له لا انت لازم تنظم السكر بتاعك، اعلم البيشنت يغسل سنانه ازاي واقول له اهميه الاورال هيجين وان الاورال هيجين دي مهمه جدا، اختار الديزاين بتاع البروستونتكس صح اللي انا اعمله، كل ده اعمله.
كمان اعمل مينتنس. مش معنى ان انا حطيت امبلانت ان انا ارمي العيان، لا، كل 3 اشهر اجيبه واعمل له مينتنس واعمل له سكيننج وروت بلينينج واشوفه اخباره ايه واعمل له اكس راي اشوف كميه البون لوس قد ايه، اصنف العيان اني نوع من انواع الكونديشنز بتاعت البري امبلانت كونديشنز اند ديزيز، هل هو هيلثي، هل هو ميكوسايتس، هل هو بري امبلايتيتس، هل هو ديفيشنسي في السوفت اند هارد تيشو. اعرف احنا فين، اعرف احنا فين. طب ازاي اعالج حاله ميوكوسايتس؟ اعالجها زي حاله الجنجفايتس بالظبط، نون سيرجيكال ميكانيكال ثيرابي، نون سيرجيكال ميكانيكال ثيرابي. هشيل البلاك والكالكولس من على الاباتمنت او من على الامبلانت الدنتال امبلانت، وكل ده هيتم بصوره عاديه خالص زي ما بتتم في حاله الجنجفايتس. هدي انتي ميكروبيال ايجنت، هدي كلوركسين ما وصوش، مفيش مشكله خالص ابدا. اعلم العيان يغسل سنانه ازاي. العيان هيسالني اجيب الكتريكال توث براش ولا مانيوال توث براش، هقول له الاثنين زي بعض، مفيش اي مشكله خالص في الاثنين. ده بينزل البلاك كنترول، بيعمل بلاك كنترول، وده بيعمل بلاك كنترول. هعلمه ان في حاجه اسمها انتر بروكسيمال براشنج، انتر بروكسيمال براش البراشنج اهيت. هعلمه ان في حاجه اسمها دنتال فلوس، لان الفرشه بتشيل البكل والفشل سيرفيس والبلاتر والليبيال سيرفيس، لكن الانتر بروكسيمال ده بيتشال عن طريق حاجات معينه تانية زي الدنتال فلوس، زي الانتر بروكسيمال توث براش، زي حاجه اسمها الرابر تيب. وعايزين نخلي بالنا من حكايه الرابر تيب. انا دايما لما ببقى راكبه امبلانت لحد بقول له استخدم الرابر تيب. طب ليه استخدم الرابر تيب؟ لانها بتعمل استيميوليشن للبلاد سبلاي، بيتعمل استيميوليشن للبلاد اهو، بتعمل استيميوليشن مساج، عامله زي مساج للجنجيفا، فبتعمل استيميوليشن للبلاد فلو، ودي حاجه كويسه ان البلاد فلو يكون في المكان دوت. في حاجه عندنا موجوده اسمها الاير فلو. الاير فلو ده جهاز كده فيه اهو سائل جوه اهو، وبيضخ السائل ده عن طريق فلو كده، ضخ ميكانيكال كده، حاجه ميكانيكال، فبتوقع البلاك من على سطح الريستوريشن وبتنظف المكان ده، ولو في ستيم بتشيله، ولو في كالكولس يانج كالكولس اللي هو ما حصلوش ماتوريشن لسه، اللي هو لسه ما حصلوش ماتوريشن، فبتوقع كل ده. ودي حاجه جميله جدا اسمه اير فلو، ده شركه عاملاه وحطت كمان فيه باودر، باودر ريسيتول اسمه ريسيتول. الريسيتول ده ابريسيف سبراي كده بيشيل الستين والبايوفيلم واليانج كالكولس، وده معروف جدا في الناس اللي هي عندها عيادات الامبلانت الكبيره، موجود وبيعمل اورال هيجين كويس جدا. ده الاير فلو اهو، ده الاير فلو اهو اللي عايز يشوفه اهو، حاجه جميله جدا اهو. ده بيدخل تب كده، بتدخل جوه البوكت، حتى الديب بوكت بتدخل فيه، مفيش اي مشكله خالص، وبتطلع الفلو ده، بتطلع الفلو بضخ، ومعاها طبعا الابريسيف ماتيريال دي، وبتبدا تشيل كل الدنتال بلاك والكالكولاس والستين من على سطح السنه او سطح الريستوريشن او سطح الدنتال امبلانت، مفيش اي مشكله خالص. شوف هو بيقول لك الدبس قد ايه، لكن التب بتاعته رفيعه فبتدخل، التب بتاعته كمان سليم يعني بتتحرك كمان فليكسبل، رفيعه فليكسبل. شوفوا كميه الضخ الهواء والباودر اللي بتطلع منه، شفتوا الباودر والاير اللي طالعه منه، شفتوا الباودر والووتر والاير اللي طالعه منه، كل ده بينزل عن طريق الاير فلو. اللي شوفوا المنظر، شوفوا التب بتاعته، شفتوا الفتحات اللي فيها، شفتوا الفتحات اللي موجوده في التب من كل ناحيه، من كل ناحيه مطلعه البودر ومطلعه الاير ومطلعه الفلويد، شفتوا جميله جدا. في حاجه اسمها بريو فلو اتعملت بعد طبعا الحاجات دي اهو، شفتوا الفلو هو بيتدفق، شفتوا المنظر اللي تحت ده، شفتوا المنظر اللي تحت ده، شفتوا ضخ ده تمام، مش فلو. شوفوا رذاذ الميه ورذاذ الفلو ورذاذ اللي شوفوا المنظر، حاجه جميله جدا، بتنزل كل محتويات البايوفيلم والماتور كالكولاس والستين. هل احنا هنعمل سكيلينج
في الدنتال امبلانت بالانسترومنت الميتال بتاعتنا رونج رونج. اوعى اوعى تجيب كيوريت من الميتال بتوعنا او الستال ستيل وتقوم عامل كريتاج عامل سكيلنج روت بليننج للدنتال امبلانت. ده انت هتعمل سكراتش للدنتال امبلانت، والسكراتش ده بدايه الفيلير بتاع الدنتال امبلانت، لان السكراتش ده هيتراكم فيه البايوفيلم والكالكولاس وكل دوت هيبهدل الدنيا، لان احنا عندنا اسباب الميكوسايتس والبري امبلايتايتس هي المايكرو اورجانيزم، هي المايكرو اورجانيزم. فهم عملوا حاجه يعني بلاستيك انسترومنت بلاستيك، لو شفتوها اهيت معروفه جدا بلاستيك اهي، وحاجه اسمها تيفلون كوتد وكربون اند جولد كوتد كيوريت، وحاجات بنستخدمها في عمليه السكيننج اند روت بريننج اراوند دنتال امبلانت. ادي شفتوا الميتال، شفتوا البلاستيك، شفتوا البلاستيك جميله، شفتوا دي تيتانيوم، وصلوا ان هم عملوا تيتانيوم من نفس المعدن بتاع الامبلانت عشان ما يحصلش مشاكل، من نفس المعدن بتاع الامبلانت عشان ما يحصلش مشكله. فهم قالوا احنا عايزين مش ما نعملش سكراتشنج خالص، ولا نستخدم ستانلس ستيل، ولا نستخدم حاجه خالص من ميتال. فعشان كده احنا عملنا الانسترومنت الخاصه بالامبلانت. بيقول لك ان كل 3 اشهر تروح للدكتور وانت بعد ما حطيت الامبلانت عشان يشوفك، وان السكسس بتاع الدنتال امبلانت نجاح الدنتال امبلانت بيتم عن طريق حاجتين، البيشنت اورال هيجين ان هو يعمل اورال هيجين كويس، وتاني حاجه المينتنانس بروجرام اللي بيعمله الدنتال اوفيس. اذا حصل لا قدر الله ان شويه الانفلاميشن دول بدا ان يحصل ديستراكشن للبون، اتحول من ميوكوسايتس الى بريدونتايتس، واحنا عندنا درس في البريو اسمه فروم جينجيفايتس تو بريدونتايتس، النهارده بقى فروم ميوكوسايتس تو بري امبلايتايتس. البري امبلايتايتس الكلينيكال ساينز اوف انفلاميشن انكلودنج ريدنس ايديما ميوكوزال انلارجمنت بليدنج اون بروبنج ويز اور ويزاوت باس، يعني دايما يبقى فيه باس او مفيش باس. طيب احنا قلنا ان في الميوكوسايتس البروبنج ديبس ما بيبقى اقل من او يساوي 5، لا بيقول لك هنا بقى لو كان 6 او اكبر من 6 يبقى في بون لوس في الحاله دي. ومين اللي هيقول لي ان في بون لوس؟ الاكس راي، الحاجه الوحيده اللي تقول لي ايه نوع البون لوس وايه حصل بون لوس ولا لا هو الاكس راي. الاكس راي طب في ريسك فاكتور زي ما كان في ريسك فاكتور في الميوكوسايتس؟ في ريسك فاكتور للبري امبلايتايتس. مين هو؟ واحد عنده بريدونتال ديزيز تاكد ان لما بتحط له امبلانت هيحصل له بري امبلايتايتس، تاكد ديت فعلا استادز معموله وعارفين ان هو ده هيحصل. طيب ايه كمان؟ كمان لما واحد بتعمل له امبلانت وهو بور اورال هيجين ومش عايز يجي لك العياده، يعني انت قلت له تعالى لي بعد 3 اشهر طنش، بعد 4 اشهر طنش، بعد 5 اشهر طنش، الناس دي ما تعملهاش امبلانت. خلي بالك في ريسك فاكتور، في ريسك فاكتور او انديكيتور ان ممكن يحصل لهم بري امبلايتايتس. الاكسسيف سيمنت، وانت بتلزق الاباطمنت بتاعك نزل سيمنت كتير، حصل اكوموليشن للبلاك والكالكولس والحاجات دي حوالين انت السيمنت اللي انت لازقه ده او ريمننت سيمنت ده، وبدا يحصل ميكوسايتس وبعدها بري امبلايتايتس. جينيتك فاكتور، احنا عارفين ان البريدونتال ديزيز بيلعب فيها الجينيتك دور كبير جدا ودي معروفه، والجينز بتاعت الاجريسيف واللوكالايز اجريسيف والجينرز اجريسيف معروفين ان في بوليمورفيزم في الجين فعلا، وفي اختلافات حتى في الكرونيك، حتى في الكرونيك بريدونتايتس في انترلوكين 1 بوليمورفيزم بيطلع انترلوكين 1 كتير، فعشان كده بيعمل ديستركشن للبون ودي معروفه. ففعلا الجينيتك فاكتور ريسك فاكتور فور بيري امبرايتايتس. في حاجات فاكتورز بس ما اتاكدتش، يعني ما اتاكدتش ان هي ريسك فاكتور، زي الكيراتينايزد ميكوزا ان يكون عندي لو زون اوف كيراتينايزد تيشو دي ما اتاكدتش، السموكينج برضك ما اتاكدتش ان هو ممكن يعمل بري امبلايتايتس، الان كنترول دايبيتس والدايبيتس برضك ما اتاكدتش ان هو ريسك فاكتور، لكن في حاجات اتاكدت زي الجيناتيك
وزي البريدونتايتس وزي الحاجات اللي احنا قلناها. طب هل في كلاسيفيكيشن للبري امبلانتايتس؟ في كلاسيفيكيشن، في كلاسيفيكيشن بدائيه كده بتقول لك مايلد ومودريت وسيفير، مايلد ومودريت وسيفير. طب يعني بيعتمد على ايه الكلاسيفيكيشن ده؟ بيعتمد على حاجتين، على البروبنج بوك الدبس وعلى البون لوس. طب البون لوس بالنسبه يعني بالمقارنه بايه؟ بالمقارنه بطول الامبلانت، بالمقارنه بطول الامبلانت. يعني مثلا عندي امبلانت 10 طوله 10، لو كان 25% من ال 10 دول يعني لحد 2.5 يبقى ده مايلد. طب ولو حد 5 يبقى ده مودريت، طب اكتر من 5 يبقى سيفير. طيب نشوف الكلاسيفيكيشن، قال لك مايلد ومودريت وسيفير. المايلد البروبنج بوكت ديبس اكبر من او يساوي 4 ملم اهو، يعني لا 4 ملم اوكي ماشي، 4 و5، 4 و5 معانا. طب والتاني في المودريت اكتر من او يساوي 6، 6 و7 معانا، 6 و7 معانا، يعني البروبنج ديبس 6 و7. طب والسيفير البروبنج بوكت ديبس اكبر من او يساوي 8، يعني 8 و9 و10 وانت طالع. ايه كمان؟ الثلاثه فيهم بليدنج، ادام في انفلاميشن وديستركشن للبون تاكد ان المكان ده متبهدل وفي بليدنج وفي باص. فالحته دي مش يعني ادام في ميكوسايتس او بري امبلانتايتس ممكن يبقى في بليدنج وباص، دي حاجه عاديه خالص. تمام. طيب وايه كمان؟ البون لوس بقى. بيقول لك لو البون لوس اقل من 25% من طول الامبلانت ده مايل. لو هو من 25 ل 50% من طول الامبلانت ده مودريت. طب اكتر من 50% من طول الامبلانت يبقى ده سيفير. ودي كانت كلاسيفيكيشن بدائيه كده لحد ما جه بيزي. بيزي ده عالم سنه 2016 وعمل كلاسيفيكيشن للامبلانت ديفكت او البري امبلايتايتس، عمل كلاسيفيكيشن للبري امبلايتايتس. الراجل ده جميل قوي زي ميلر. بيزي ده عندي زي ميلر، ميلر بتاع الجينجيفال ريسيشن اللي برضك سنه 1985 عمل كلاسيفيكيشن للجينجيفال ريسيشن، فضلوا الناس عايشين عليها سنين طويله لحد ما اتغيرت النهارده كتير، لان بيزي برضك شاطر لعب على حاجه اسمها البي ام بي. البي ام بي خلي بالك يعني ايه البي ام بي؟ البي دي البي بوك دي بترمز للبليدنج اون بروبنج والبونلوس. يبقى البي الاولانيه دي بترمز للبليدنج والبي البون لوس، يبقى بترمز لحاجتين. الام دي بترمز للموبيليتي، والبي دي البي دي بترمز للبروبنج دبس وحاجه اسمها البروبوزال بروبوز تريتمنت وحاجه اسمها البروجنوزس، يعني بترمز لثلاث حاجات. يعني التريتمنت بترمز للتريتمنت والبروجنوزس، عارفين يعني ايه بروجنوزس؟ طبعا يعني التنبؤ ان المرض ده هينجح علاجه او بور او فير او اكسلنت او جود بروجنوزس. وبترمز ليه البروبنج ديبس، لكن الام بترمز ليه الموبيليتي، والبي بترمز لحاجتين بليدنج وبون لوس. طيب الراجل ده شاطر جدا، شاطر ليه؟ ادام اللي يديك كلاسيفيكيشن فيها المرض وفيها التريتمنت وفيها البروجنوزس تعرف ان الراجل ده شاطر، او تعرف ان التريتمنت الكلاسيفيكيشن دي ناجحه. الكلاسيفيكيشن اللي يبقى فيها الدايجنوزس ويبقى فيها تريتمنت وبروجنوزس اعرف ان الكلاسيفيكيشن دي هتنجح وهتعيش عمر طويل، هتعيش عمر طويل. طيب بيزي عمل ايه؟ بيزي ما عملهمش مايلد ومودريت وسيفير بقى، قال لك انا هقسمهم ستيج، ستيج مراحل. ستيج 1، ستيج 2، ستيج 3، ستيج 4. تمام كويس جدا. طيب اول حاجه احنا قلنا البي بترمز الى البليدنج والبونلوس. طيب البليدنج في ستيج 1 مفيش بليدنج، نيجاتيف. في ستيج 2 بوزيتيف، في ستيج 3 بوزيتيف، في ستيج 4 بوزيتيف. كويس جدا. طيب البروبنج ديبس، خلينا في البي والبي الاول، لا خلينا في البروبنج ديبس بس الاول. البروبنج ديبس في ستيج 1 من 2 ل 3 مليمترز،
في ستيج 2 من 4 ل 6 ملم، في ستيج 3 من 6 ل 8 ملم، في ستيج 4 اكبر من 8 ملم. طيب البون لوس، البون لوس من 10 ل 25%، من 10 ل 25%، ومن 25 ل 50%، واكبر من 50%، وهنا اكبر من 50%. طب ايه الفرق بين دي ودي؟ هنا انها من 6 ل 8 ملم، وهنا اكبر من 8 ملم. تمام. طب الموبيليتي، مفيش هنا موبيليتي في ستيج 1، لكن في ستيج 2 في جريد 1 موبيليتي، واحنا عارفين يعني ايه جريد 1 موبيليتي طبعا، وفي ستيج 3 جريد 2، وفي ستيج 4 جريد 3. تمام. طيب احنا عارفين طبعا الفرق بين جريد 1 موبيليتي وجريد 2 موبيليتي وجريد 3 موبيليتي. جريد 1 اقل من 1 ملم، جريد 2 اكتر من 1 ملم، جريد 3 اكتر من 1 ملم، بس في الفيرتيكال والهوريزونتال، يعني بتطلع من السوكت وايه كمان بتتحرك شمال ويمين. تمام. بس هو قال في جريد 2 في ستيج 2 وستيج 3 ان ممكن البون لوس ده يبقى فيرتيكال او هوريزونتال او كومباينيشن، فيرتيكال او هوريزونتال او كومباينيشن. وقال لك برضك التريتمنت، انا شخصيا معلقه الورقه دي في العياده. انا لما بحب اعالج حاله بري امبلايتايتس بجيب الجدول ده ببص فيه زي جايد لاين ليا. طيب انا ببص فيه ليه؟ عشان اقول التريتمنت. الحاله جات لي لقيت البون لوس من 10 ل 25%، بروبنج بوك الدبس من 2 3 ملم، مفيش موبيليتي، مش هتتعالج. نو تريتمنت، جود بروجنوزس. هدي اورال هيجين انستراكشن، واعمل سكيلنج اند روت دريننج، واعمل مينتنس وبس كده. عشان ترتاح وتريح نفسك ستيج 4 دي اعمل اكستراكشن للامبلانت وبتريح نفسك. مستحيل ينفع، مستحيل. اهو ستيج 4 دي اللي هي اكبر من 8 ملم والبون لوس اكتر من 50% وجريد 3 والامبلانت عمال يتحرك، شيله خالص ومفيش اي امل منه. شيله واعمل بون اوجمنتيشن للريدج ده، وبعد 6 شهور لو البون اتكون بقى كويس حط امبلانت تاني. نيجي للمرحلة بتاعت ستيج 2 وستيج 3، المرحلة بتاعت ستيج 2 وستيج 3. بيقول لك ستيج 2 دي من 25 ل 50% لو هو فيرتيكال بون لوس، لو هو فيرتيكال بون لوس. خلي بالك يا جماعة، هعمل إيه؟ هعمل جايدد بون ريجينريشن. عارفين يعني إيه جايدد بون ريجينريشن؟ أحط بون جرافت وممبرين. أحط بون جرافت وممبرين. آدي العلاج بتاعه. يبقى بون جرافت وممبرين. واعمل حاجه اسمها اوستيوبلاستي، يعني اساوي البون، ما يبقاش في حته شارب كده طالعه وحته كده، لا هعمل اوستيوبلاستي. طب لو كان هوريزونتال، لو كان هوريزونتال هعمل ايه؟ هعمل حاجه اسمها ابيكال بوزيشننج فليب وجايدد بون ريجينريشن واوستيوبلاستي. يعني ايه؟ يعني ايه اعمل ابيكال بوزيشننج فليب؟ هنزل الفلاب شويه لتحت، فكميه البون اللي المفقوده مش هتقل، البوكت هيقل شويه، فهبدا احسن الوضع بتاع الجنجفة في المكان ده. طب لو كومباينيشن بقى فيرتيكال بون مع هوريزونتال بون، هعمل حاجه اسمها بون اوجمنتيشن وجايدد بون ريجينريشن. يعني ستيج 2 دي يا جماعه خلي بالكم بتتعالج ببون جرافت وممبرين، ده الصراحه. يبقى ستيج 2 دي خلي بالكم بتتعالج بايه؟ ببون جرافت وممبرين، حاجه اسمها جايدد بون ريجينريشن. احفظ بقى ان ستيج 1 مش هتتعالج، ستيج 4 هشيل امبلانت خالص وهرميه وهعمل ريجي اوجمنتيشن واستنى 6 شهور واحط امبلانت جديد. ستيج 2 معظم الحالات بتاعتها هعالجها ببون اوجمنتيشن وممبرين اللي هو الجايدد بون ريجنريشن. طب ستيج 3 هعمل فيها ايه؟ هو برضك قسمها لا اما فيرتيكال لا اما هوريزونتال لا اما كومباينيشن. بيقول لك الكومباينيشن ده لو هو كومباينيشن ستيج 3، لا ما شيله، شيل امبلانت زيه زي ستيج 4. طب لو كان فيرتيكال بس هعمل جايدد بون ريجينريشن برضك، وحاجه اسمها اي بي دبليو اتش دي دبليو جي دي اوتوجينس بون ويدج جرافتنج. هاخد بون جرافت واعملها واحطها. تمام، اوتوجينس بون جرافت
وطبعا جايدد بون ريجنريشن. ولو كان هوريزونتال برضك بعمل جايدد بون ريجنريشن واوجمنتيشن للمكان ده، يعني علاج البيري امبلايتيتس وجايدد بون ريجنريشن اللي هو ايه بون جرافت وممبرين. طب اني امبلانت اللي هو فيلير خلاص ما انتهى اللي هو ستيج 4 وستيج 3 اللي هو الكومباينيشن، طب ستيج 1 ملوش علاج، يبقى دي تتحفظ. ادي امبلانت في بون ديفكت اهو بالمنظر ده، ده فيرتيكال اهو بون لوس اهو، حط ستيج 2 اهو ده ستيج 2، حط البون جرافت اهو وحط الممبرين وعمل سكرو اهو للممبرين وقفل والحاله اتحسنت بعد شويه. البري امبلايتيتس ببدا الاول بالنون سيرجيكال تريتمنت اللي هو الفيس 1 سيرابي، بعمل كنترول للانفلاميشن والريجيشن وبشيل بعمل سكيلنج روت بلينينج وانتي مايكروبيال رينس وكل ده، وبعدين بدخل على السيرجيكال فيس اللي بحط فيه بفتح فلاب فول سيكنس فلاب وبشيل الديجرينيشن تيشو وبنضف المكان وبعمل ميكانيكال انسترومنت اللي هو السكيلنج اند روت بلينينج، وممكن اعمل ليزر طبعا كانتي او انتي مايكروبيال، وبعمل بون اوجمنتيشن وبحط ممبرين، وكل ده بيأثر بعد كده وبيخف العيان وبيبقى العملية كويسة جدا. ادي حالة امبلانت اهي محطوطة وحصل بري امبلايتيتس، البون التاكن من حوالين الامبلانت اهو بالمنظر ده، ده كويس جدا، حطينا البون اهو وحطينا الممبرين وقفلنا ممتاز. برضك نفس الحكاية بون ديستراكشن اراوند دنتال امبلانت بري امبلايتيتس اهوت، شفتوا كبير قد ايه اهو، نظفت المكان بدات احط بون جرافت اهو، غطيت المكان كله بون جرافت وحطيت ممبرين وقفلت اهو، العمليه اتحسنت جدا بري وبوست. دايما افتكر اللي هقوله لك ده، دايما افتكر اللي هقوله لك ده، افتكر الكلام ده كويس. البليدنج اون بروبنج ات امبلانت سايتس كان انديكيت الانفلاميشن ان ذا بري امبلانت ميوكوزا، يبقى اول ساينس من علامات الانفلاميشن زي ما احنا خدنا بليدنج اون بروبنج. خلي بالك ان في حاجه اسمها ستابيليتي للامبلانت، يعني ما يتحركش، وبيقول لك معلومه مهمه ان الموبيليتي ريمينز ذا كاردينال ساينز اوف امبلانت فيلير، يعني علامه حيويه للامبلانت فيلير، الامبلانت اللي بيتحرك خلاص ده فيلير مش كده؟ وتتكت الموبيليتي دي حاجة مهمة جدا، علامة مهمة أو بارامتر مهمة في الدنتال امبلانت. في حاجة عندنا اسمها ريزونانس فريكوانسي اناليسيس، جاهز اهو جاهز، اسمه ريزونانس فريكوانسي اناليسيس. طب ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن ترانسديوسر كده، يعني محول بيحول حاجة من الجهاز، هو الجزء ده بيبقى موجود على الامبلانت او الاباطمنت بتاعت الامبلانت، وبيحول حاجات من الجهاز ده على الدنتال امبلانت، وبيقول لك كل ما زاد ريزونانس فريكوانسي اناليسيس كل ما ادى الى انكريز الامبلانت ستابيليتي. تمام ماشي، وكل ما قل طبعا ده يدل على الامبلانت لوس. أسفة. تمام. طيب الصوت بتاع الامبلانت، يعني لما خبط على الاباطمنت كده بميتال. معلش أنا أسفة ثانية واحدة. لو خبطت على الامبلانت كده بميتال على الاباطمنت ولو سمعت صوت بيرن ريزونيتنج ساوند، ده معناه ان الامبلانت ده في اسيو انتجريشن وممتاز، ممتاز جدا. طب لو سمعت ضال ساوند، لو سمعت ضال ساوند ده امبلانت فيلير وفايبرس انكابسوليتد، فايبرس انكابسوليتد. تمام. الريستوريشن على الدنتال امبلانت دي حاجات كلها تتذكرها، حضرتك تتذكرها.
الريستوريشن لازم لما اجي اعمل ريستوريشن وانا بعمل له سيمنتيشن انضف كل السيمنت اللي حوالين الايه الامبلانت عشان ما يبقاش ايه سورس اوف اكوموديشن للبكتيريا والبلاك والحاجات دي كلها. لازم كمان في الريستوريشن اتاكد ان مفيش حاجه عاليه، ان مفيش اوكلوجن عالي او اوفرلودز على مكان معين، لان ده ممكن ياثر على الدنتال امبلانت، ممكن ياثر على الدنتال امبلانت. الناس اللي عندها بارا فانكشن هابتس لازم برضك نستخدم لها حاجه اسمها نايت جارد عشان برضك ما تاثرش على الدنتال امبلانت. ثانيه واحده. تمام. دايما افتكر ان انا اعمل اكس راي، دايما افتكر اثناء المينتنس وانا جايه اعمل مينتنس اعمل اكس راي. طب اعمل اكس راي ليه؟ عشان اشوف البون، عشان اشوف ان البون سليم. ومين اللي هيقول لي ان البون سليم الا الاكس راي؟ مفيش حاجه هتقول لي الا الاكس راي، مفيش حاجه هتقول لي الا الاكس راي. تمام. طيب يبقى انا في حلقه مغلقه، ركبت الامبلانت، ركبت الامبلانت، بس انا ركبته والموضوع ما انتهاش. انا رحت عملت دايجنوزس للامبلانت ده، هل هو في هيلسي ولا في حاله ميوكوسايتس ولا بري امبلايتايتس ولا في حاله ديفيشنسي في الهارد اند سوفت تيشو؟ طيب ايه دوري انا؟ دوري ان انا اقول له اعمل، بعمل موتيفيكيشن للعيان. طب اعمل ازاي؟ اشجعه على الاورال هيجين انستراكشن. تمام. اقول له اعمل اير فلو، اعمل ابريو فلو، اعمل كنترول للبلاك سكيلينج، روت بلينينج، ريكول، مينتنس بروجرام. العمليه ما انتهتش، مش عملت دريل وحطيت الامبلانت وخلاص ومشيت. مش شطاره ان انا احط الامبلانت واجري، مش كده؟ المينتنس حاجه مهمه جدا، اوعى تعمل عمليه لعيان وترميه. لا، لازم تعمل له حاجه اسمها مينتنس بروجرام. المينتنس بروجرام ده كل 3 اشهر بيجي لك بيقول لك انا اهو والحاله وصلت لايه؟ هل انا في هيلسي ام ميوكوسايتس ام انا في بري امبلايتايتس ام عندي سوفت تيشو اند هارد تيشو ديفيشنسي؟ عايز اعرف انا فين من الناس ديت؟ انا فين من كل ده؟ تمام. احنا اتكلمنا عن الهيلسي واتكلمنا عن الميوكوسايتس واتكلمنا على البري امبلايتايتس، نتكلم شويه عن موضوع مهم اسمه البري امبلانت سوفت اند هارد تيشو ديفيشنسيز. طيب منين يجي الديفيشنسي ده؟ يعني منين يجي؟ امتى اقول ان في هنا هارد تيشو ديفيشنسي؟ امتى اقول هنا ان في سوفت تيشو ديفيشنسي؟ والديفيشنسيز دي هل هتيجي قبل ما احط الامبلانت ولا بعد ما احط الامبلانت؟ قبل ولا بعد ما احط الامبلانت؟ الحقيقه انها ممكن تحصل في الاثنين، ممكن تحصل قبل ما احط الامبلانت وبعد ما احط الامبلانت، قبل ما احط الامبلانت وبعد ما احط الامبلانت. طب نشوف برضك نفس الكلاسيفيكيشن، طلعت ريفيو وقالت لك اسباب الهارد اند سوفت تيش ديفيشنسي اراوند دنتال امبلانت، طلعت الكوزز بتاعت السوفت تيشو والهارد تيشو ديفيشنسي، وقالت لك ان الهارد تيشو ديفيشنسي ممكن تحصل قبل ما احط الامبلانت وممكن تحصل بعد ما احط الامبلانت. ممكن تحصل قبل ما احط الامبلانت نتيجه ان حضرتك خلعت الضرس وقعدت 10 سنين وجاي تركب. طب ما حصل ريزوربشن للالفولاي والالفولار بروسيس وكل حاجه. طب ما هو اللي كان محافظ على البون هو التوس، حضرتك خلعتها وقعدت 10 سنين، زي اللي بيخلع ابر 6 مثلا ويحصل ان الساينس يكبر، يكبر خالص ويبقى في بون ريزوربشن ونيجي نحط امبلانت ما نعرفش نحط امبلانت. يبقى الهارد تيشو ديفيشنسي دي جاي من ايه؟ جاي من التوسلوس. حضرتك فقدتها وشلتها وقعدت سنين وجيت لي بعد سنين عشان تركب دنتال امبلانت. تمام. خلي الناس كلها تخلي بالها. اعمل وانت بتخلع لاي حاله في الدنيا، ده حاجات بقى يعني عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، اعمل اتروماتيك از بوسبل. يعني اخلع السنه، يعني لو السنه مثلا مولر اقسمها يا باشا، اقسمها، اقسم الروت اتنين وطلع كل روت لوحده.
شيل الكراون الاول واقسم الروت، بلاش العنف، لان التروماتيك توث اكستراكشن ده هيؤدي الى حدوث هارتش ديفيشنسي. واحد عنده بريدونتايتس، واحد عنده بريدونتايتس وفي تاكل في العظم، طب ما ده هارتش ديفيشنسي. واحد عنده اندونتيك انفكشن وحصل جرانيشن تيشو تحت كده وجرانيولوما وتحولت لسيست وفي البيبيكال ليجنز كده، طب ما ده هارت تيشو ديفيشنسي. روت فراكشر، حصل جنرال تروما، واحد حصل لا قدر الله حادثه وحصل فراكشر في المندبل ومشكله. البون هاي طبعا زي ما انا قلت لكم في موضوع الساينس فلور، او حصل سيستميك ديزيز هياثر على الهارد تيشو، سيستميك ديزيز هياثر على الهارد تيشو. طب ممكن يحصل بعد ما احط الامبلانت، ممكن يحصل الحاله تبقى كويسه وبعد ما احط الامبلانت ممكن يحصل هارت تيشو ديفيشنسي، طب جايه منين؟ ديفكتيف الهيلثي سيتويشن، مال بوزيشننج في الامبلانت، بري امبلايتايتس، حضرتك انت اصلا حطيت الامبلانت غلط في مكان مش مكانه، حصل بعد ما حطيت الامبلانت حصل مرض اسمه بري امبلايتايتس، في تاكل في البون، حصل ميكانيكال اوفرلود، حضرتك حملت عليه كتير او شغلت حطيت الامبلانت فتره قبل مثلا ما حصل اوستيو انتجريشن، كومبليت اوستيو انتجريشن. سوفت تيشو سيكنس، السيكنس بتاع السوفت تيشو صغير او حصل سيستميك ديزيز. طب السوفت تيشو هيجي منين؟ ممكن يجي قبل ما احط الامبلانت او بعد ما احط الامبلانت، وبالتالي برضك لما حصل توس لوس فتره طويله، في حصل طبعا ريزوربشن في الالفولاي وفي وفي الريدج، فحصل معاها سوفت تيشو طبعا، بالتالي سوفت تيشو لوس. ممكن يحصل بريدونتال ديزيز في حالات الريسيشن والحاجات دي كلها، بيحصل سوفت تيشو لوس. ممكن يحصل سيستميك ديزيز ياثر على السوفت تيشو لوس، او ممكن يحصل بعد ما احط الامبلانت لاك اوف باكال بون، الباكال بون مش موجوده. فلما البكال بون، بيقولوا ان البكال بون دي فيها ريسبتورز، طول ما هي موجوده محافظه على التيشو، واصلا هي لما بتحصل لها ريزوربشن بيحصل ريسيشن، يعني كل ما يحصل ريزوربشن للبون للبكال بون بيحصل ريسيشن معاها. البابيلا هايت طبعا ممكن يحصل، الكلاتينايزد تيشو، الميجريشن اوف تيس اند لايف لونج سكيلتال تشينج، طبعا كل دي ممكن يحصل معاها ديفيشنسي بعد ما احط الدنتال امبلانت. طيب انت عاوز توصل ان مفيش ديفيشنسي خالص، او تحافظ على الهارد والسوفت تيشو بقدر المستطاع، حاله زي دي اللي فوق دي خلعه بقى لها فتره طويله، فبالتالي هي مش هتعرف. شوفوا الديفيشنسي في الهارد تيشو، ايوه كل البون اللي هنا ده بتاكل، شفتوا المنظر ده؟ ده مش منظر الريدج برضه، كل ده في ديفيشنسي اهو، شوفوا المنظر ده، كل ده البون خلاص ده ديفيشنسي، هارت تيشو ديفيشنسي اهو، شوفوا المنظر ده، كل ده هارت تيشو ديفيشنسي. بيقول لك عشان تتجنب حدوث مثل هذا الديفيشنسي من البدايه، اعمل حاجتين. بيقول لك اعمل حاجتين مهمين، اعمل اتروماتيك توث اكستراكشن، اتروماتيك توث اكستراكشن، وحط ايميديت امبلانت، وحط ايميديت امبلانت. بيقول لك لو عملت اتروماتيك توث اكستراكشن وحطيت ايميديت امبلانت، مستحيل تشوف المنظر ده، مستحيل تشوف المنظر ده. بيقول لك ان في حاجه اسمها بايو كول تكنيك، وده اللي هو عباره عن ان انا بعمل اتروماتيك توث اكستراكشن مع دنتال امبلانت في نفس الجلسه عشان اخلص نفسي. ادي سنه اهي، شفتوا الراجل ده عاقل جدا، شال الكراون الاول وبعدين الروت اهو، قال لك مش عايز عنف فشاله بالراحه اهو، وبعدين حط الدنتال امبلانت، وده بيسمى بايكول تكنيك، بايكول تكنيك. إيه طبعا هو ممكن يكون البون فيه ديفكت كبير، ممكن يكون فيه بون فيه ديفكت كبير، وراح حط الدنتال امبلانت ما ينفعش ان هو يحط دنتال امبلانت هيقع منه، فبيعمل حاجه اسمها ريدج اوجمنتيشن، ريدج اوجمنتيشن اهو، وبعدين بعد 6 شهور بيبدا يحط الامبلانت بعد ما يكون البون اتكون. طبعا هو هنا حط الكراون عشان منظره، يعني عشان منظر البيشنت. الحاله دي اهي، حاله معانا اهي، حاله جميله جدا، راجل محترم جدا، كان عنده حاله دنتال امبلانت وكان فيها بريدونتال ابسس،
والبريدونتال ابسس ده اهو كل شويه يجي له بريدونتال ابسس، وحصل بقى بون ديستراكشر من البريدونتال ابسس ده، بقى البون طار خالص. البقر بون ده عندهم في الامبلانت مهم جدا على فكره، البقر بون ده مهم جدا في الدنتال امبلانت. الراجل محترم جدا قال لك انا مش هخلعه بعنف، انا هشيل الكراون الاول وبعدين هفصل التروت عن بعض واطلعهم بالراحه، يعني انا مش اتروماتيك توس اكستراكشن، اتروماتيك توس اكستراكشن. اهو راجل عاقل جدا، وبعدين طلع كل واحد لوحده كده بالراحه خالص، العمليه مش شديده خالص. وبعدين راح حاطط رج، عمل رج اوجمنتيشن. شوفوا راجل عاقل، شفتوا الجنريشن تيشو وشفتوا الانفكشن قد ايه، مفيش بكر بون خالص. شوفوا شوفوا البروب، شوفوا مفيش، هو ده سوفت تيشو، هو حتى بيعمل لك كده بالبروب بيقول لك ان في سوفت تيشو. قال لك لا احنا هنحط بي ار اف، هنسحب عينه الدم من المريض وهنعمل لها سنتريفيوجن 10 دقائق على 3000 لفه او 2700 لفه في 12 دقيقه، وهنحط البي ار اف وهنعمل ريدج اوجمنتيشن او سوكت بريزرفيشن، وبعد كده هيبقى ربنا يعني ان شاء الله هيكون بون بعد شويه، وهيبقى عندي بون اقدر احط فيه الدنتال امبلانت. وفعلا كان كما هو قال، يعني بعد 12 اسبوع، ثلاث اسابيع اهو، ثلاث اشهر، بدا. شفتوا البون بقى جميل ازاي؟ شفتوا البون بقى جميل ازاي؟ شفتوا البون اتملى ازاي؟ والبي ار اف من الحاجات المهمه جدا على فكره، بدا يعمل دريل، وطبعا شفتوا كميه البون، هيحصل اوستيو انتجريشن، لكن لو كان حطها في الاول ما كانش حصل اوستيو انتجريشن. وحط الامبلانت بتاعه وزي الفل، جميل جدا، وحصل هيلينج اهو، وبعد كده ركب الفاينل ريستوريشن والدنيا كانت مظبوطه جدا معايا. طيب في عمليه اسمها ساينس ليفت، في عمليه اسمها ساينس ليفت. لو انا جيت وشفت ان الامبلانت المقاس بتاعه صغير، فببدا اعمل حاجه اسمها ساينس ليفت، بحرك الساينس اهو لفوق، وببدا اخد كل المساحه دي بحطها فيها بون، بحط فيها بون جرافت، وابدا اعمل الدريلنج بتاعي، وابدا احط ايه، باخد الطول بتاع الامبلانت المناسب، وبحافظ طبعا على الوول بتاع الساينس اهو، وبحط كل ده بون عشان يبدا يتكون بون اوجمنتيشن، وبحافظ على الساينس بتاعي. افتكر دايما، افتكر دايما ان الموضوع مش موضوع استيو انتجريشن فقط. يعني مثلا الصورتين اللي قدامنا دول، الصورتين دول ده فيلير، انا بالنسبه لي فيلير، مع ان انت لو عملت اشعه، لو عملت بري ابيكال فيلم، هتلاقيه في حصل استيو انتجريشن جميل جميل. ايه رايك بقى؟ طيب ده فيلير ليه بالنسبه لي؟ لان البنك استاتيك مش موجود، زي ما انا قلت دلوقتي ان عندنا حاجه اسمها بينك استاتيك ووايت استاتيك. البينك استاتيك حصل له هنا كومبرمايزد، مش مظبوط. هل ده سكسس؟ هل كل الميتال اللي باين ده سكسس؟ لا ده مش سكسس. هل كل الميتال اللي باين ده سكسس؟ لا ده فيلير، انا بالنسبه لي ده فيلير. فعشان كده دايما بيقولوا ان 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 يعني دايما السوفت تيشو مهمه. السوفت تيشو از اولويز ايشوز، يعني هي دايما المشكله، مش انك تحط الامبلانت او يحصل اوستيو انتجريشن. طب ايه المشكله هنا؟ المشكله ان انا ما عنديش سفيشنت كيراتينايزد تيشو انها تغطي المكان بتاع الدنتال امبلانت ده، او عندي ثين ميكوزا فالميتال بيبقى باين تحتها، ودي كلها مشاكل في السوفت تيشو. احنا عندنا حاجه مهمه قوي في البريو اسمها البايو تايب والفينو تايب. يعني ايه جينجيفال بايو تايب؟ يعني جينجيفال سيكنس. طب والسيكنس ده يفيدني بايه؟ يعني انا مهتميه بيه ليه؟ ايه السبب؟ يعني انا ايه اهميته ان انا مهتميه بيه؟ اولا السيكنس الطبيعي بتاع الجينجيفا 1.5 ملم، لو اقل من 1.5 ملم يبقى ده سن جينجيفا، ولو اكتر تبقى حاجه اسمها سيك جينجيفا. الكلام ده كله يهمني في ايه؟ اولا السن جينجيفا دي سهله جدا ان انا اشوفها، بدخل البروب، لو شفت الميتال بتاع البروب يبقى دي سن جينجيفا، لو ما شفتش الميتال تبقى دي سيك جينجيفا. او كاليبر اهو، كاليبر اهو ممكن اقيس بيه، او اللي عارفين الاندو بتاع الاندو، الفايل بتاع الاندو بتاعكم ده، والاستوبر بتاعه ده اللي هي الجلده اللي بتبقى في الفايل ده، في الفايل بتاع الاندو،
بدخلها برضك ووقف الاستوبر وبقيس الحته اللي دخلت. دي كلها وسائل ان انا اقيس بيها الجنجيفال سيكنس. يهمني في ايه؟ يهمني في ايه الجنجيفال بايو تايب او الجنجيفال سيكنس ده؟ يهمني في ايه؟ وهل السن جنجيفا ده ديفيشنسي في السوفت تيشو؟ يس. السن جنجيفا ديفيشنسي في السوفت تيشو. طيب في ناس كتير بتتساءل، ناس كتير بتتساءل بتقول هو ليه في بعض الناس بتحصل لها بوكت لما يحصل لها بريدونتال ديزيز يحصل لها بوكت، وفي بعض الناس يحصل لها ريسيشن؟ ايه السبب؟ يعني ناس بتتساءل بتقول في بعض الناس بيحصل لها ريسيشن وفي ناس بيحصل لها بوكت، السبب بحصول الريسيشن او البوكت هو جينجيفال سيكنس. بيقول لك لو الجينجيفال سيكنس سك هيحصل بريدونتال بوكت، ولو الجينجيفال سيكنس سن هيحصل ريسيشن، هيحصل ريسيشن. طيب هل في علاج، في علاج للسن جينجيفا؟ هل في علاج للسن جينجيفا؟ انا بس حابه اقول حاجه مهمه قبل ما اقول لكم العلاج. حابه اقول لكم ان احنا عندنا نوعين من الميوكوزا في الاورال كافيتي، نوعين من الميوكوزا في الاورال كافيتي. حاجه اسمها كيراتينايزد ميوكوزا، كيراتينايزد ميوكوزا فيها كولاجين كتير وفيها بلاد سبلاي قليل، وحاجه اسمها اهي ريموفابل ميوكوزا، عارفينها؟ اللي هي ريموفابل ميوكوزا اللي هي فيها بلاد سبلاي كتير ولس تايبز من ايه الفايبرز، يعني الكيراتينايزد فيها فايبرز كتير وليس بلاد سبلاي، والنون كيراتينايزد اللي هي الالفولار ميوكوزا دي فيها بلاد سبلاي كتير وفيها ليس نمبر اوف كولاجين. طيب انا عايز اسال سؤال، هو انا لما يبقى عندي كيراتينايزد ميوكوزا ولا الفولار ميوكوزا احسن؟ كيراتينايزد ميوكوزا. ليه؟ لانها وزستانس الفورس اكتر، الكولاجين اللي فيها اكتر، ده مش كده وبس، ده البلاد سبلاي اقل، فالتعامل مع الانفلاميشن هيبقى اقل، لكن دي فيها بلاد سبلاي كتير فهتعمل لي انفلاميشن كتير، لان اللي بيعمل الانفلاميشن هو البلاد سبلاي. تمام. يعني انا عاوزه اخلي التشو حوالين الدنتال امبلانت كيراتينايزد ولا نون كيراتينايزد؟ لا كيراتينايزد، عشان تحمي لي الدنتال امبلانت وعلشان كمان ايه تقلل الانفلاميشن. طيب انت عايزه التشو اللي حوالين الدنتال امبلانت ثن ولا سك؟ لا ده انا عايزاها سك. ليه؟ عشان تحافظ على الدنتال امبلانت وتبقى سك وما يحصلش ريسيشن وتبان مني الميتال بتاع الدنتال امبلانت. مظبوط. طيب لو انا عندي حاله فيها الفولار ميوكوزا وعايزه احولها لكيراتينايزد ميوكوزا اراوند دنتال امبلانت، هعمل ايه؟ هعمل حاجه اسمها فري جينجيفال جرافت، هاخد جرافت من البلد واقوم حطاها. طب لو عايزه ازود السكنس بتاع التشو بتاع الجينجيفا، هعمل حاجه اسمها كونكتيف تشو جرافت. يبقى كل المطلوب مني حوالين الدنتال امبلانت ان انا يبقى عندي كيراتينايزد تيشو وسيك ميوكوزا، كيراتينايزد تيشو وسيك ميوكوزا. طب ازاي احول حته ما فيهاش كيراتينايزد ميوكوزا لحته تبقى كيراتينايزد ميوكوزا؟ اخد جينجيفال جرافت. طب ازاي احول حته سن لسيك؟ اخد كونكتيف تيشو جرافت. دي قاعده، كونكتيف تيشو جرافت. السوفت تيشو ديفيشنسي اراوند دنتال ريستوريشن بينقسم لحاجتين، هما الحقيقه ثلاث حاجات مش حاجتين، ثلاث حاجات. اول حاجه ان ما بيبقاش فيه يا جماعه، ما بيبقاش فيه كيراتينايزد تيشو، ما بيبقاش فيه كيراتينايزد تيشو، او بيبقى سن جينجيفا. طب ثالث حاجه مفيش انتر دنتال بابل، الانتر دنتال بابيلا لوس. يبقى مين هما السوفت تيشو ديفكت اراوند دنتال ريستوريشن؟ هما ثلاث حاجات، ان مفيش انتر دنتال بابيلا، مفيش انتر دنتال بابيلا، مفيش كيراتينايزد تيشو، والجينجيفا ثين جينجيفال بايو تايب.
سن جينجيفال بايو. طيب هعالج الحاجات دي ازاي؟ السوفت تيشو ده هعالجه ازاي؟ كل السوفت تيشو بتتعالج بجرافت. عايز اعمل بابيلا، باخد سوفت، باخد كل السوفت تيشو جرافت واعملها بابيلا. عايز ازود الاتاتش الجنجفا، اخد فري جنجفال جرافت. عايز احول الجنجفا من سك من سن لسك، اخد كونكتيف تيشو جرافت. طب نشوف، نشوف هنعمل ايه. بس اهم حاجه تعرفه قبل ما نشوف هنعمل ايه، امتى هصلح السوفت تيشو؟ قبل ما احط دنتال امبلانت، ولا اثناء ما بحط دنتال امبلانت، ولا بعد ما بحط دنتال امبلانت؟ على حسب الحاله، على حسب الحاله. دي فري جنجيفال جرافت حبيت اوريها لكم. ادي باخد فري جنجيفال جرافت اهو، البوم بيبقى فوق البري اوستيوم والكونكتيف تيشو والابيثيليوم. فانا باخد الابيثيليوم وجزء من الكونكتيف تيشو، بعمل سبليت سيكنس فلاب، وباخد الحته اللي بره اللي هي الابيثيليوم وجزء من الكونكتيف تيشو اللي تحتها، وبسيب البري اوستيوم وجزء من الكونكتيف تيشو على البوم. باخدها منين؟ من عند القناين ريجون لحد الفريست مولر. طب ليه؟ الكناين ريجون لازم بقف عندها عشان ما اخدش منطقه الروجي اريا، لان انا بلقي الحاجه فيها روجي اريا فهتبقى في روجي اريا، فانا مش عايزه الروجي اريا فببعد عن منطقه الروجي اريا. طيب وهنا؟ وهنا ليه عند السكس؟ عشان الجريتر بلاتاين نيرف وفيزز ابعد عنهم عشان ما يحصلش بليدنج والعيان يموت مني. ده بي ار اف بردك حاططها، لان بيبقى سيفير بين بعد ما بشيل القطعه دي بتبقى الحته دي عريانه. ففي بعض الناس بيعملوا ستنت اكريل كده، ستنت بلاط الاكريليك ستنت، وبيحطوا فيه الباك وبيقفلوها. طبعا دي بترحمهم من حاجات كتير، او بيحطوا بي ار اف عشان تسرع الهيلينج ويبقى فيه كروس فاكتور كتير في المكان ده. الحاله اللي احنا شايفينها قدامنا دي جايه هوبلستوس. هوبلستوس اهوت اللي هو السنترال واللاترال والكناين، الثلاثه اللي قدام دول هوبلس، من واحد اثنين ثلاثه دول هوبلس. دول كويسين، الاثنين دول كويسين اهم. الراجل قرر في واحده طبعا اكيد مفقوده لان مفيش السبيس ده كله، او في باثولوجيكال ميجريشن، بس انا اعتقد ان ده كله اللاترال والسنترال واللاترال، يعني دول كلهم بايظين. طيب قرر الراجل انه يشيل دي ودي ودي ويحط امبلانت هنا وامبلانت هنا، ويحمل بقى اتنين عليهم هنا، يعني الامبلانت هنا وامبلانت هنا، وهيحملوا الاربعه القواطع اللي قدام دي اربعه عليهم. بس فوقي قبل ما يحصل اكستراكشن، قبل ما يحصل اكستراكشن، لان مفيش اتاتش جنجيف خالص، مفيش الفولار ميكوزا، مفيش كيراتينايز ميكوزا خالص، كلها الفولار ميكوزا. الراجل ذكي جدا، قال لك لا انا لو خلعتهم الدنيا هتبوظ اكتر. انا اعمل الاول ازود الاتاتش جنجيفا الاول، ازود الاتاتش جنجيفا الاول، وبعد ما ازود الاتاتش جنجيفا او الكراتينايز تيشو، بعد كده اخلع واعمل ايه؟ اعمل امبلانت. كلامه صح. الراجل عمل خد جنجيفا جرافت من البلد وراح حاططها، زود الكراتينايز ميكوزا اهي، وبعد ما زود الكراتينيز ميكوزا وحصل هيلينج الجنجيفا، حصل شوفوا اتاتش اتاتش جنجيفا قد ايه؟ شفتوا من اول هنا لحد هنا؟ شفتوا قد ايه؟ هنا ما كانش فيه خالص. شوفوا شوفوا المكان هنا ما كانش فيه خالص، هنا حصل على اتاتش جنجيفا اللي هي لونها ابيض دي في حته كبيره. راح خالع عامل دريل اهو، دريلينج اهو للامبلانت، حط الامبلانت، عمل السكرو وقفل، وشفتوا التشو بقت شكلها حلو ازاي؟ فهو هنا عالج، عالج السوفت تيشو ديفيشنسي قبل الدنتال امبلانت. نيجي لهنا الراجل ده برضك نفس الحكايه، جاي يحط امبلانت، لا مفيش تيشو خالص، مفيش كيراتينايز تيشو خالص. قال لك لا ده مشكله، انا لازم اخد كيراتينايز تيشو. خد جنجيفا فري جنجيفا جرافت من البلد وراح حاططها، راح مزود الايه؟ الاتاتش جنجيفا اهو، كيراتينايز جنجيفا قبل ما يحط الدنتال امبلانت. واحد تاني اهو فتح لقى ديفيشنسي اهو في السوفت تيشو وديفيشنسي في البون كمان، قال لك اما احط كونكتيف تيشو جرافت واقفل اعالج السوفت تيشو ديفيشنسي ده. وبيقال، بيقال ان الاميديت امبلانت ويز كونكتيف تيشو جرافت از ا جولد ستاندر فور امبلانت بليسمنت. فيري فيري سكسس لهذا النوع من الامبلانت،
الامبيديت امبلانت with connective tissue graft is very very successful result. دي حقيقة وعن تجربة. تمام؟ تمام. دي حالة برضك اهي. حالة كويسة جدا اهي. ده بقى ما عندوش التاتش جنجف خالص. ما عندوش كرتينس جنجف خالص. واخدين بالكم؟ خالص نهائي. وشفتوا بقى المنظر بتاع الميتال بتاع الامبلانت باين ازاي؟ الراجل قرر ان هو يعمل فري جنجيفال جرافت ويزود الكيراتينايزد تيشو، يزود الكيراتينايزد تيشو، وبدا يعمل يحضر الريسيبيانت سايت اهو، يحضره. الحته دي ما تهموش لانها كلها الفولار ميكوزا، وهو مش عايز الفولار ميكوزا، ده هو عايز كيراتينايزد ميكوزا، هو عايز كيراتينايزد ميكوزا. فكل ده ما يهموش، هو عايز يبدل الحته دي اللي هو شالها دي، الحته دي يبدلها بكيراتينايزد ميكوزا، بيخيط في البريوستيوم اهو عشان يفضي مكان للحته بتاعت الفري جنجيفال جرافت اللي هياخدها من البلد، اللي هياخدها من البلد اهو. ماشي تمام 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 جدا اهو اهو، ظبط الدنيا، راح عند البلت، خد الكونكتيف تيشو بتاعته الفري جنجيفال جرافت بتاعته من عند السيكس اهو عشان الجليتال باتاي نيرف فيزلز لحد الروجي اريا، مش عايز ياخد الروجي اريا معاه لان هو هنا دخل فيها اهو، دخل في الروجي اريا، بدا يسلك بارشل سيكنس فلاب، ياخد الابسيليا من اللي بره مع جزء من الكونكتيف تيشو، بدا ياخد الفري جنجيفال جرافت اهي ويعمل لها استابلايزيشن في المكان اللي هو الريسيبيانت سايد، اللي هو ده الدونر سايد على فكره، ده بيسمى الدونر سايد اللي هو البلاتال، الحته اهي كويسه جدا. بيبدا يعمل لها تريمنج، يبدا يعمل لها تريمنج في الشارب ايدج، مفيش حاجه خالص، يبدا يعمل لها تريمنج وبيبدا يشوف الكيراتينايز تيشو وهي بتتنقل. جميله جميله اهي، وبدا يخيطها في شوفوا، حولها لكيراتينايزد تيشو من الفولار ميكوزا لكيراتينايزد تيشو. شفتوا الجمال؟ من الفولار ميكوزا لكيراتينايزد تيشو. طبعا ده بيعمل بروتكت لل طبعا للامبلانت، بروتكت الاورال هيجين. دي بعد شويه اهو، بعد شهر او اتنين اهو، شايفها هنا بعد ما سبتت اهي. شوفوا الجمال، اتحولت من الفولار ميكوزا، لسه هو بيخيطها، لسه ما فيش الاستابلايزيشن طبعا بتاعت الجرافت دي من اهم الحاجات، من اهم الحاجات اللي ممكن تحصل الاستابلايزيشن للجرافت. في فلابز كتيره وحاجات كتيره ممكن تعمل لنا تزود الاتاتش الجنجيفا وتزود الدنيا كلها. ده رول فلاب تكنيك، اسمه رول فلاب تكنيك. طبعا انا لو قعدت اتكلم عن التكنيكس بتاعه السوفت تيشو من هنا للسنه الجايه مش هينفع، يعني ده كتير، دي محاضرات كبيره. شفتم شفتم شفتوا الراجل ده بيعمل ايه؟ خد حته من البلد كده، عمل انسجن من البلد اهو اهو، وبعدين عمل انسجن تاني اهو. خلي بالكم ما جاش ناحيه البابيلا خالص، ما جاش ناحيه البابيلا خالص في الطرفين اهوت، وسلك وبعد ما هيخلص كل ده هيعمل بارشل سيكنس فلاب اهو، هيعمل بارشل سيكنس فلاب اهو، هيعمل بارشل سيكنس فلاب، هشيل حته الكيراتينايزد تيشو دي، بارشل سيكنس حته من الابسيليوم وحته من الكونكتيف تيشو طبعا. هو لازم يعمل الحركه دي، لازم يعمل دي ابسيلايزيشن لبره، لان هو هيخيط الحته دي جوه، فعشان تخيط حته بحته ويحصل لها هيلينج وتلتئم مع بعضها لازم يبقى في جرح،
عشان كده بيقول لك ايه، لما الجرح يعدي عليه 24 ساعه او 48 ساعه ما ينفعش يتخيط، ما ينفعش يتخيط، فلازم اعمل انا الدي ابسلايزيشن ده عشان ابدا بعد كده اخيط الجزء ده، الجزء اللي انا خدته ده اخيطه تحت. هو بدا يعمل الامبلانت بتاعه، الدريلينج اهو، بدأ يوسع لنفسه اهو، الدريل المقاس اللي بعده، المقاس اللي بعده، خلاص ماستر بتاعه تمام، حط الامبلانت اهو، حط الامبلانت بتاعه اهو تمام جدا. تمام جدا، ممتاز. شفت بقى هو هيتنيها، هيتنيها ويخيطها، جميلة، هيتنيها ويخيطها، هيعمل تشو، يعني زي ما تقول الحتة الرقيقة دي عملها على اتنين، تناها، تناها على اتنين، اسمه رول فلاب تكنيك، اسمه رول فلاب تكنيك، تناها الحته الرفيعه دي، تناها زي ورقه رفيعه وتنتها انت اتنين، فبتبقى قويه شويه او السكنس بتاعها بيزيد. شفتوا بقى الحركه دي اللي هيعملها دي بقى دلوقتي اهو، شفتوا بقى الحركه دي مهمه جدا، نخلي بالكم منها، خلي بالكم منها، اخر خيطه دي خلي بالكم هيحصل ايه بقى، هيحصل ان الاتنين تشو كده هيجوا على بعض، بصوا بصوا بصوا، التانت التانت، فالسكنس بتاعها زاد، السكنس بتاعها بقت هي مش هي لوحدها، هي وحته كمان معاها، جزء كمان معاها، بصوا شفتوا السكنس بتاعها زاد ازاي اهي، السكنس بتاعها زاد، يعني بقت التانت، بقت اتنين بدل واحده، بقت اتنين، شفتم؟ حتى شوفوا رسمه البابيلا، رسم البابيلا معاه، شفتوا شفتوا، عشان كده ساب الحتتين اللي هو جنب السنان دي اللي هي البابيلا عشان يخيط فيها الحته الجديه التانيه، جميله جميله جميله، شفتوا شفتوا، زود السكنس، حافظ على الانتر دنتال بابيلا، حافظ على السوفت تيشو، طبعا يعني ده نجاح انه يحافظ على السوفت تيشو، ده نجاح. soft tissue is always is issues، خلي بالك دايما هي المشكله، مش انك تعمل اوستيو انتجريشن، لا المشكله دايما انك تعمل soft tissue success. بالنسبه للابيكال ريبوزيشننج فلاب، الناس اللي بتسال عليها وهي بتزود الاتاتش الجنجف ولا لا، بتزودها، يعني لو عندي 1 ملم اتاتش الجنجفا وعايزاهم يبقوا 2 ملم، هرحل الواحد ده لورا، الواحد ده هيدي واحد كمان، ادي امبلانت محطوط، سكسس تحفه، استو انتجريشن تحفه، مفيش حد يقدر يتكلم نص كلمه عليه، بس مفيش سوفت تيشو، مفيش سوفت تيشو خالص، مفيش كيراتينايز تيشو خالص، مفيش كيراتينايز تيشو نهائي، مفيش كيراتينايز تيشو نهائي اهو تمام. الراجل قرر ان ياخد جزء من جوه من الحته الكيراتينايز دي ويحولها على بره على البكر، هو قرر كده ان ياخد الحته الكيراتينايز دي اللي جوه دي اللي هي في اللينجوال ويرحل الحته دي لورا، ده ابيكال بوزيشننج فلاب، شوفوا شوفوا هو بيقطع في الحته الكيراتينايز، بيقطع في الحته الكيراتينايز اهو، شوفوا شوفوا فيرتيكال ريليزنج انسيجن اهو، فيرتيكال ريليزنج انسيجن لحد الالفر ميكوزا، تمام تمام، vertical releasing incision extend to behind the alveolar mucosa، extend behind the alveolar mucosa اهو،
هيبدأ ياخد الحتة الكيراتينايز دي ويرحلها لورا ويرحلها لورا. ده بارشل سيكنس فلاب، خلي بالك ده بارشل سيكنس فلاب. شوف بيعملوا بايه؟ بالمشرط، خلي بالك اهو بارشل سيكنس فلاب. ليه؟ لان هو لازم يسيب جزء على البون متغطي ببريوستيوم وكونكتيف تيشو، لان هو هيرحل الجزء ده لورا، هيرحل الجزء ده لورا. اهو اهو سلك خالص، دي الابيكال بوزيشننج فلاب. الناس اللي بتسال الابيكال بوزيشننج فلاب هتزود الاتاتش جينجيفا ازاي؟ هاخد اتاتش جينجيفا من الحته من الفوق وهبدا ارحلها لورا، وهسيب طبعا طبقه من على البون اللي هو بارشل سيكنس فلاب، هسيب البريوستيوم والكونكتيف تيشو اهو. طبعا حاجة صعبة انك تعمل بارشل سيكنس فلاب على فكرة، دي من اصعب الحاجات، انك شغال في سيكنس واحد ونص، يعني بتقسم اقل من الواحد، حاجة بسيطة جدا، من 75 و 75 من 100 اهو. سلك خالص سلك خالص، شفتوا سايب بريوستيا بريوستيا كونكت فيشو على البون اهو، معرهمش معرهمش، خلي بالك اهو. سلك خالص سلك خالص سلك خالص اهو، حاجة محترمة جدا، حاجة محترمة جدا اهو. سلك هنا كمان اهو، ماشي 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 تمام 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 ادي الابيكال بوزيشننج فلاب. الابيكال بوزيشننج فلاب واحده من اهم العمليات في البيريو. لو هتعمل فول سيكنس فلاب هتعمل ريدكشن للبوكت ديبس، لو هتعمل بارشل سيكنس فلاب هتزود الاتاتش جينجيفا، واحده من اهم العمليات اللي بنلعب عليها في البيريو، واحدة من أهم العمليات اللي بنلعب عليها في البيريو. لو عملت فول سيكنس فلاب هتعمل بوكت ريدكشن أو بوكت إليمينيشن، لو عملت بارشل سيكنس فلاب هتزود الأتاتش جينجيفا. وده هو بيحاول يعري الدنتال إمبلانت على فكرة، هو كان عامل الدنتال إمبلانت أهو، بيحاول يشيله عشان يفتح بقى ويحط السكرو ويشيل السكرو والحاجات دي بقى. طبعا خلاص شال السكرو أهو، وكل الحتة دي هتترحل بالكامل ورا عند البكل. خلاص خلص اهو، شفتوا بقى الجزء اللي هو الابيض ده اترحل فين؟ شفتوا الجزء الابيض ده كله اللي هو الكريتينايز اترحل بكل، اترحل بكل، كل الجزء الابيض ده اترحل بكل. والحتة بقى اللي هي سايبها دي، سايبها دي فوق دي، هيحصل لها ابسلايزيشن وهتبقى كيراتينايز برضك. الحته اللي فوق ده اهي، الحته اللي فوق دي اللي هو سايبها دي، ديت بارشل سيكنس عليها طبقه من البريوستيوم والكونكتيف تيشو، وبرضك هيحصل لها ابسلايزيشن، هيحصل لها ابسلايزيشن وهتتحول لكيراتينايز تيشو. شفت الجزء الابيض ده اتنقل من الحته دي للحته دي ازاي؟ شفت اترحل ازاي؟ اترحل ازاي؟ شفتم؟ رحله ورا ازاي؟ خد من هنا، خد من كونكتيف من الحته الكيراتينايز دي وحطها ورا ازاي؟ كل دي كيراتينايز تيشو، هو ما كانش عنده كيراتينايز تيشو خالص في البكر، لا هو هنا حطها في البكر اهو. تمام. ظبط اموره.
كل ده هيتحول بعد كده لابسلايزيشن، وهيبقى جزء من السوفت تيشو اللي اتصلح، هيبقى جزء من السوفت تيشو اللي اتصلح. خلاص خلص وخيط وظبط اموره، ظبط اموره على الوضع الجديد اللي هو الابيكال بوزيشننج للفلاب بتاعته. كل ده هيحصل له ابسلايزيشن، الجزء اللي انت شايفه ده كله هيحصل له ابسلايزيشن. جاب ال 2 مللي او 3 مللي كيراتينايزد من هنا، حطهم هنا، الدنيا اتظبطت معاه جدا، جميل جدا. كل ده هيحصل له ابسلايزيشن، كل اللي انت شايفه ده، شفتوا الكيراتينايزد تيشو اللي اتحولت هنا، كل دي كيراتينايزد تيشو، الحته دي كلها كيراتينايزد تيشو، اتحولت من هنا لهنا، اتحولت من هنا لهنا. ممكن لو في بعض الزيادات برضك انا ممكن اعمل حاجه اسمها جينجيف بلاستي بعد كده حوالين الدنتال امبلانت، بس طبعا من الواضح ان ما كانش في حاجه. تمام. هو وجود العمليات المتعدده دي، يعني انا مثلا داخل اعمل عمليه ازود الاتش الجينجيفا، لازم اخد من البلد جرافت عشان خاطر احطها؟ اه، ما هو ده الجولد ستاندر بتاعنا. لكن الناس العيانين اشتكوا، البيشنتس كومبلين من التو سيرجيكال بروسيجر، يعني البيشنتس كومبلين من التو سيرجيكال بروسيجر كتير عليهم قوي، ودي عمليات صعبه وفي البلد مش عارفين ياكلوا والدنيا مقلوبه. قال لك طب ما احنا ممكن نعمل شويه حاجات كويسه. زي ايه؟ زي حاجه اسمها الالوديرم. عباره عن ايه الالوديرم ده؟ طبعا تسمعوا عن التبرع بالاعضاء والحاجات دي كانت موضه، ان يعني الناس تتبرع باعضائها وما اعرفش ايه، ودي حاجه كويسه مش وحشه، يعني انا في رايي ان دي حاجه كويسه، بس لازم المريض يكتب ان هو متبرع باعضائه، ما تتسرقش. بيقول لك ان هم جابوا سكن من الجثث، من الناس الميتين، يعني قبل ما يموت يعني بعد ما يموت ب 24 ساعه كده او 48 ساعه، بياخدوا السكن بتاعه، جزء من السكن، بيشيلوا منه السيل عشان السيل دي ما تعملش اميون رياكشن مع اللي هيتحط لها، ويتفضل فيها الكولاجين بس، ويبداوا يحطوها. دي حاجه اسمها الوديرم. الوديرم دي حاجه من يعني تشو من الاشخاص، الجثث كده، وبيبداوا يحطوها، اسمها الوديرم، ودي جابت تحقيق نتائج كويسه جدا. بعد كده عملوا حاجه اسمها ميوجو جرافت. جابوا كولاجين صنعوها، ميوجو جرافت دي تصنيع، او خدوها من البروساين اللي هو الخنزير. وفي على فكره مشاكل كتيره قوي في عندنا في البيريو بسبب البروساين والبوفاين والحاجات دي، لان احنا عندنا حاجات بتطلع منها. صنعوا الميكو جرافت دي ثلاثيه الابعاد كده من البروساين اللي هو الخنزير، والبوفاين طبعا كانوا بيصنعوا منه حاجات زي البون جرافت اللي هو الزينو جراف، وكان لما حصل جنون البقر وقفوا شركات كبيره وقفت عن تصنيعه. في حاجات كتيره حصلت من هذا القبيل يعني. كمان عملوا حاجه اسمها ميوكو ماتريكس وحاجات كتيره قوي، وانتهوا بحاجه اسمها البي ار اف. انتهوا بحاجه اسمها البي ار اف اللي هي البليتس ريتش فايبرين. وكل دي كانت محاولات ان هم يخففوا عبء التو سيرجيكال بروسيجر على البيشن، يخلوها سيرجيكال بروسيجر واحده بس. دي حاله اسيرال ديرمال ماتريكس اهي، اهوت ده اهوت، دي حاله اهيت، يعني بيشبهها لك، بيقول لك اهو انا عملت كونكتيف تيشو وعملت كمان الو ديرم اهو، وبيقول لك ان الالو ديرم بيحصل له ريفاسكولاريزيشن بعد 8 اسابيع، لكن الكونكتيف تيشو جرافت بيحصل لها ريفاسكولاريزيشن بعد 5 اسابيع، يعني بتغيب شويه قبل ما بيحصل لها ريفاسكولاريزيشن. بشكر حضراتكم، ودي كانت فكره سريعه بس عن ازاي اشخص واعالج البري امبلانت ديزيز وكونديشنز، ويا ريت اكون فدتكم بحاجه واستفدتوا بحاجه. شكرا لحضراتكم. السلام عليكم، اهلا بكم طلبة وطالبات طب الفم والاسنان من كل مكان. احنا Live to Give Family عبارة عن تيم تطوعي من كافة جامعات مصر،
وهدفنا هو مساعدة وتطوير طلاب طب الفم والأسنان من كل مكان، وده بيكون عن طريق إننا بنعمل مقالات بسيطة في مجالات ومواد طب الأسنان، وده بيكون على صفحتنا على الفيسبوك أو عن طريق الكورسات المتنوعة والمجانية والمخفضة واللي بتشمل أحيانا طلبة غير طلبة أسنان، وهنساعدك توصل لكتب وهندات وفيديوهات شرح لكل مواد طب الفم والأسنان. طب هتوصل للبوت بتاعنا إزاي؟ طريق إنك تكتب في البحث طب أسنان بوت، هتبدأ بالضغط على الزرار هتظهر لك القائمة اللي فيها الداتا وطرق التواصل معانا. كمان تقدر تختار سنتك الدراسية ومنها المادة اللي عاوزها، وهتلاقي كل حاجة عنها من محاضرات وفيديوهات شرح للنظري والعملي من دكاترة متخصصين وأسئلة عليهم، وكمان امتحانات وكورسات ليهم. وفي الأيام دي بنقدم لكم النسخة الرابعة المجانية من أول وأكبر مؤتمر أونلاين للعروض الحية والحالات العملية، Empower Your Knowledge Free Online Dental Conference. نقدم لكم من نخبة من كبار أساتذة طب الفم والأسنان في مصر والعالم تحت شعار خليك أبديتد، لكل أطباء الأسنان وطلبة الجامعات في مصر والعالم. بنقدم لكم أكثر من 40 محاضرة متميزة في جميع مجالات طب الفم والأسنان، Basic Lectures، Advanced Lectures، Live Demo، Clinical Cases. وبدايتنا هتكون من 14 سبتمبر إلى 24 سبتمبر، وهيكون في هدايا وسحوبات يومية كتير. Powered by ISOD، Left to Give، خير الناس أنفعهم للناس.